السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معكم بس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله يقول إعدادي مكمل مع بعضينا مراجعة الامتحان على مقرر شهر أكتوبر، والنهاردة معانا مراجعة على مادة اللغة العربية من مراجعة الأضواء. هنسيب لكم لينك المراجعة أسفل الفيديو، هيكون معانا النسخة المجابة والنسخة المجابة علشان نتدرب عليها في البيت. النهاردة نشرح مع بعضنا النسخة المجابة، وبعد الفيديو نفتح النسخة الغير مجابة نتدرب عليها. بذكركم أنا على القناة بنزل مراجعات لجميع المواد مش بس الانجليش، اي حاجه محتاجينها اي مراجعه افتحوا قائمه تشغيل الصف الاول الاعداد تلاقي مراجعات لجميع المواد ان شاء الله. نموذج الف، ده اول نموذج معانا في اللغه العربيه. اولا التعبير، اكتب برقية التهنئه لاهل الشهداء الذين ضحوا بانفسهم ليبقى وطنهم حرا عزيزا بمناسبه انتصارات السادس من اكتوبر. طبعا البرقية يا اولاد لازم يبدا بايه؟ اول حاجه المرسل اليه، اكتب اسمه، عنوان المرسل اليه. وادي البرقية نفسها بيقول لك خالص التهاني بيوم العزة الشهداء في الجنة، دي البرقية نفسها. بعد ما اكتب البرقية بكتب ايه؟ المرسل، اسم المرسل وعنوان المرسل. طيب الموضوع التاني بيسألني القراءة من موضوع الحرية، فالحرية شمس يجب ان تشرق في كل نفس، فمن عاش محروما منها عاش في ظلمة حالكة. مراد في كلمة تشرق يعني ايه يا ولاد؟ طبعا ايه؟ تضيء، تغرب، تقع، تجاور، طبعا ايه يا ولاد؟ تضيء. جمع الحرية، الحرائر، الحواري، الحريات، الأحرار، طبعا الحريات. بما شبه الكاتب الحرية وكيف يعيش الإنسان المحروم منها؟ طبعا شبهه إيه؟ شبه الكاتب الحرية بالشمس، والإنسان اللي بيعيش محروم من الحرية ولا بيعيش في ظلمة حالكة. من قصة عقبة بن نافع، ضع علامة صح أو علامة خطأ من العبارة الآتية: ولد عقبة بن نافع قبل الهجرة بعامين، طبعا دي إجابة خاطئة. طيب ماذا فعل عمرو بن العاص ليستطلع أحوال أهل برقة، ولماذا عمل إيه؟ طلب من عقبة أن يتجه على رأس سرية ليستطلع سرية ليستطلع أحوال أهلها ليقوم بفتحها وضمها للدولة الإسلامية لتأمين حدود مصر الغربية. تمام. ثالثا النصوص، من نص من مكارم الأخلاق، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا عفوا إلا عزا، وما تواضع احد لله الا رفعه. جمع مال يا اولاد، اموال، اميال، ميول، موال، طبعا اموال، جمع مال اموال. الى ما يدعون الحديث الشريف، الحديث ده بيدعونا الى ايه؟ يدعونا الى التصدق والعفو والتواضع. اتنين من نص عشقناك يا مصر، يبقى عندنا النص من عشقناك يا مصر بيقول لي: حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا رعانا برفق وإن طال فينا زمان الحنين. السؤال الأول بيقول لك هات مفرد حنايا، عايزين مفرد كلمة حنايا، طبعا الحنية، مضاد فوق طبعا إيه؟ تحت. مال ده مال في عشقناك صدرا رعانا برفق، قال لك ده بقى الجمال فيها تصوير لمصر بالأم التي ترعى أبنائها وتحنو عليهم. رابعا النحو، يقول لك كثير من الناس لا يقدرون قيمة السعادة، كثير من الناس لا يقدرون قيمة السعادة، إنما تجعل الإنسان متآلفا مع نفسه ومع الآخرين. يبقى السعادة بتعمل إيه يا ولاد؟ إنها تجعل الإنسان متآلفا مع نفسه ومع الآخرين، يقضي وقته منتشيا ويستفيد به، فالحياة لحظات يغتنمها الإنسان أو تضيع منه. اعرب ما تحته خط، عايزين نعرف كلمة السعادة يا ولاد. قال لك السعادة اعربها، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. تاني كلمة معانا الإنسان، قال لك الإنسان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يبقى فاعل مرفوع بالضمة. استخرج من الفقرة السابقة، من الفقرة دي عايزين همزة قطع وألف وصل. همزة قطع إن، ألف وصل ال في كلمة ال سعادة. خبرا وبين نوع، الخبر كلمة لحظات أهي، ونوعها إيه ولاد؟ خبر مفرد. أخي اسمه عمر، صوب الخطأ، الجملة دي في حاجة غلط، إيه هي؟ هنقول أخي اسمه عمر، ما فيهاش الهمزة اللي من تحت دي، تمام، ده الخطأ. دال الكتب قيمتها غالية، حول الخبر الجملة إلى مفرد، يبقى أنا عندي خبر جملة عاوزين نحوله مفرد ونغير ما يلزم. غالية القيمة، تبقى الكتب غالية القيمة، تمام. خامس الإملاء، طبعا أي نص إملاء إيه بنتملاه، ده بالنسبة لأولاد الاختبار الأولاني. معانا بقى النموذج التاني والاختبار التاني. أولا التعبير بيقول لي: اكتب لافتة تحث فيها زملائك على ضرورة الاجتهاد والتفوق. اللافتة هنقول مثلا
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. دي اللافتة اللي معانا نحث فيها زملائنا على الاجتهاد والتفوق. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ثانيا القراءة من موضوع سنة المال العام، اقرأ ثم أجب. إن الحرص على المال العام واجب ديني ووطني، لأنه ينفق في خير الوطن ويستعان به في التنمية وإقامة المشروعات العامة. ألف اختر الصواب مما بين القوسين فيما يلي. المراد بكلمة التنمية يا ولاد دي معناها إيه؟ يقصد بها الرخاء، الزيادة والتطوير، الاهتمام والتربية. طبعا الزيادة والتطوير. مضاد العام الضيق الشامل الخاص الايه القليل، طبعا عكس عام خاص. ب فيما ينفق المال العام، ينفق في ايه يا ولاد؟ اهو خير الوطن ويستعان به في التنميه وقامه المشروعات العامه. اهو خير الوطن ويستعان به في التنميه وقامه مشروعات عامه. من قصه عقبه بن نافع، ده علامه صح او علامه خطا من العباره الاتيه. هجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه للمدينه لتوسيع تجارته. غلط. لماذا؟ كره لبركه الحكم البيزنطي. أسباب كتير جدا، منها قلة الأجور، كثرة الضرائب، غياب الأمن والأمان، أو أي غياب الأمن والقانون. يبقى لماذا كره لبركة الحكم البيزنطي؟ لأن أثناء الحكم البيزنطي كان إيه؟ في قلة في الأجور، كثرة الضرائب، غياب الأمن والقانون. ثالثا النصوص من نص من مكارم الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع الله وما تواضع احد لله الا رفعه. اختر الاجابه الصح ما بين القوسين فيما يلي. معنى نقص زاد قل فنى تلاشى طبعا قل. وضاد عزا، قال لك ايه عكسها يا ولاد؟ فقرا ولا عزا؟ عكسها ايه؟ فقرا ولا ذلا ولا خسه ولا بخل؟ طبعا ايه؟ ذلا. وضح اصل العفو والتسامح في نشر المحبه والسلام. قال لك حيث يشعر المعتدي بأخطائه وتأنيب الضمير. يبقى أصل العفو والتسامح على نشر المحبة، وفي نشر المحبة والسلام حيث يشعر المعتدي بأخطائه وتأنيب الضمير. بعد كده عندنا بقى النصوص من نص عشقناك يا مصر. سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين، سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع على العالمين، فهيا اخلعي عنك ثوب الهموم غدا سوف يأتي بما تحلمين. تحلمين هات مرادف الهموم ويشع. مرادف الهموم ويشع، مرادف الهموم. الهموم ايه يا ولاد؟ الهموم مرادفها ايه؟ الاحزان. طب يشع معناها ينتشر. طيب مضاد الحزين الفرح. مفرد العالمين العالم، عالمين العالم. اشرح الابيات باسلوبك. قال لك يستمر الشاعر في مخاطبة مصر ويقول لها: سيبقى صوتك يا مصر رغم الشدائد مصباحا ينير طريق الحائرين ويهديهم إلى الصواب، وستبقى أرضك مأوى لمن يرغب في الأماني ومصدر قوة للضعيف وفرح للحزين، وسيبقى شبابك رغم الظروف القاسية شمسا تنير حياة الناس جميعا، فشبابك هم عدتك التي تعينك على تحقيق أمالك. يدعو الشاعر مصر أن تتخلص من أحزانها وشواغلها مبشرا إياها بمستقبل مشرق تتحقق فيه أحلامها وتستعيد مكانتها. جيم ماذا أفاد تعدد العطف في البيت الأول؟ طبعا أفاد التنوع، العطف اللي هو كسرة العطف يعني في التنوع. الجمع بين الليالي الليالي ضياء. تمام، الجمع بين الليالي ضياء. قال لك تضاد يبرز المعنى ويقويه، تضاد يبرز المعنى إيه؟ ويقويه. مال الجمال في ثوب الهموم واخلعيه. قال لك ثوب الهموم تصوير للهموم بثوب تخلعه مصر تتخلص من احزانها. يبقى الجمال في كلمه ثوب الهموم ده تصوير للهموم بثوب تخلعه مصر تتخلص من احزانها. طيب اخلعي، اخلعي دي اسلوب امر غرضه الحث والنصح. يبقى دي اسلوب امر غرضه الحث والنصح. رابعا النحو. ان الدول المتقدمه هي التي تقدر العلم والعمل، وهذا ما تحاول مصر القيام به الآن حتى تنهض وتعيش في رخاء. اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. إعراب مصر، وهذا ما تحاول مصر القيام به. مصر تعرب إيه هنا؟ طبعا فاعل. طيب إعراب رخاء وتعيش في رخاء، ده طبعا إيه؟ اسم إيه؟ مجرور عشان جاي بعد إيه؟ في. استخرج من العبارة السابقة ما يأتي.
همزة قطع وألف وصل، همزة قطع إن، طيب وألف وصل ال في كلمة ال دولة. ضميرا لناسخ، خبرا لناسخ وبين نوعه، هي التي تقدر العلم، طبعا دي نوع ايه؟ جملة اسمية، يبقى هي التي تقدر العلم دي ايه؟ خبر ايه؟ ولا خبر لين، ونوعه جملة اسمية. طيب ضميرا منفصلا واخر متصل، ضمير منفصل هي، اخر متصل الهاء في به، حضر الحفل اثنان من الفنانون، ايه بقى؟ عايزين نعدل الخطأ في الجملة دي، اثنان الفنانين، اثنان ما فيهاش همزة، وبعد كده الفنانين، فنانون خلال الفنانين، يبقى حاضر الحفل اثنان من الفنانين. المدرسة تعلم أبناءنا، حول الخبر الجملة إلى مفرد وغير ما يلزم. المدرسة معلمة أبناءنا، معلمة أبناءنا، طبعا كده ايه الإملاء. معانا نموذج ثالث، أولا التعبير، اكتب لافتة تشجع فيها زملائك على ممارسة الرياضة. هنقول العقل السليم في الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم، دي لافتة بنشجع فيها الزملاء على الرياضة. ثانيا القراءة من موضوع الحرية، إن الإنسان الذي يمد يده لطلب الحرية ليس بمتسول ولا مستجد ولا مستجد، وإنما هو يطلب حقا من حقوقه التي سلبتها المطامع البشرية. من نفس الفقرة السابقة أجب عما يلي، هات مضاد سلبته ومفرد المطامع ومرادف متساوي. سلبته مضادها يا ولاد، عكسها نزعته كهرب، لا مش مضاد، لا ده كده سلبته، ده عايز كده المرادف بتاعها، لان سلبته يعني نزعته كهرب، يبقى كده عايز ايه؟ المرادف، يبقى نزعته كهرب. طيب مفرد المطامع مطمع او مطمعة، مطمع او مطمعة، مرادف متساوي ده السائل والشحاذ. لماذا كان الإنسان الذي يطلب حريته ليس متسولا؟ ليس متسولا لأنه يطلب حقا من حقوقه التي سلبتها المطامع البشرية، يبقى ده حق من حقوقه، يشحته ازاي؟ ده حق من حقوقه أصلا سلبته منه المطامع البشرية. اكتب مختصرا الفكرة التي تدور حولها العبارة السابقة، اختصار بقى ايه الفكرة؟ قال لك الحرية وأهميتها وضرورة الحفاظ عليها، الحرية وأهميتها وضرورة المحافظة عليها. في ضوء فهمك للدرس وضح كيف أدرك الكاتب غرض الهرة. قال لك عندما وجدها تنظر إلى الباب وتلتصق به كلما اتجه إلى الباب. طيب القراءة المتحررة، متحررة المحتوى، بيقول لك إيه بقى؟ قبول الآخر يعني احترامه وتقديره، وتقدير وتفاهم لديه من أفكار وتقاليد وقيم، والتواصل معه، وبذلك تكون المعرفة وتزداد الخبرات، ونزول الأفكار السلبية وتزول الأفكار السلبية التي ترتبط بذهن الإنسان عن غيره دون معرفة. ولعل من أهم ملامح قبول الآخر هو الوجه واللسان، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، والوجه واللسان يمثلان بطاقة التعارف التي تقدمها للآخرين. ونتذكر معا ما قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه حين قال: لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف، ولا تهدم الجسور التي بنيتها وعبرتها فربما تحتاجها للعودة يوما ما. دائما أكره الخطأ، اكره الخطأ ولا تكره المخطئ، ابغض بقلبك المعصية لكن سامح وارحم العاصي. اعرف بلدك، الهيئة العامة لقصور الثقافة. تخيل إجابة صحيحة ما بين القوسين فيما يأتي، المراد أولى، مقدمة أهم، أشرف أكبر، طبعا كلمة أولى يعني أهم، مضاد المخطئ المحسن، المصيب المطيع المذعن، طبعا المصيب ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة، علامة خطأ من العبارة الغير صحيحة فيما يأتي، كسب القلوب أولى من كسب المواقف، طبعا دي إجابة صحيحة. لابد أن يكون هناك تكافؤ اجتماعي بين الناس ليقبلوا بعضهم البعض، طبعا إيه غلط. ما أثر انتشار المحبة والتفاهم بين الإنسان على الحياة بصفة عامة؟ أثر ده يا ولاد، أثر انتشار المحبة والتفاهم ده إيه؟ الأثر بيقول لك يعيش الناس في سعادة وسرور، ده بيؤدي إلى إيه؟ أن يعيش الناس في سعادة وسرور. ثالثا النصوص، من نص من مكارم الأخلاق، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ناقص مال من صدقة
وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. تخيل الاجابه صح ما بين القوسين، مرادف نقص، يعني ايه نقص يا اولاد؟ قال لا. طيب ما القيم التي يرسخها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ التصدق، العفو، التواضع. طبعا التصدق والعفو والتواضع دي كلها قيم عندنا ايه في الحديث. اتنين من نص عشقناك يا مصر، حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلع وفوق الجبين، عشقناك صدر الرعانة برفق وان طال فينا زمان الحنين. تخيل الاجابه الصح ما بين القوسين فيما يلي، مرادف الحنايا الايدي على اعماق الاكتاف الخفيه طبعا الاعماق، مضاد رعانة اهملنا اكرمنا اسعدنا ابغضنا طبعا دي يا اولاد اهملنا. ما مظاهر حب المصريين لوطنهم كما فهمت من البيتين؟ قال لك يحب المصريون بلادهم بكل كيانها ولا يستطيعون البعد عنها ويحنون عليها مهما ابتعدوا. طيب رابعا النحو، ان المؤمنين الصادقين يحرصون على طاعة ربهم حتى يرضى عنهم الله، فيا طالب العلم لتحرص على طاعة الله كي تظفر برضا. اعرف ما تحته خط الله، تعرف فاعل مرفوع بالضمة، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، العلم مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة. استخرج من الفقرة خبرا لناسخ وبين نوعه، إن المؤمنين الصادقين يحرصون على طاعة ربهم، دي خبر لإن، ونوعها إيه ولا جملة فعلية. كلمة بقى همزة قطع، إن وبين السبب عشان إيه ده حرف ناسخ، ضميرا وبين نوع ضمير ربهم، طاعة ربهم، متصل الغائب. المعلمون أكمل بخبر جملة فعلية، المعلمون يخلصون في عملهم، إيه الإملاء؟ وكده يا ولاد كان معانا مراجعة تيت امتحان مادة لغة عربية للصف الأول الإعدادي على مقررات شهر أكتوبر. كان معانا حلينا مع بعضينا 3 اختبارات مهمين جدا، إن شاء الله نخرج عنهم الامتحان. هسيب لكم لينك المراجعة أسفل الفيديو علشان نتدرب على الاختبارات في البيت. بذكركم هنا على القناة إن شاء الله هنلاقي في قائمة تشغيل الصف الأول الإعدادي مراجعات من جميع المواد، فياريت نعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلنا إن شاء الله كل جديد، ونعمل متابعة لصفحة الفيسبوك. كانت معكم ميسي برجب، معلم أول لغة معلم أول ألف لغة إنجليزية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.